كاينه نقطه مهمه جدا بالنسبه للناس اللي تشري الحيوانات الكبيره في السن. الحيوانات الكبيره في السن راح تكون الجوده تاع اللحم ناقصه، لانه اللحم تاعهم يكون غني باللي فيبر دو كولاجين كما نعرفوها، هي بروتين تكون كما نعرفوها سيم بروتين دور، يعني جايه يابسه، دونك راح تكون اللحم تاعها شويه عاصي فوالا. ويقول لك انه تطلب ان كويسون دوس اي لونغ، يعني نطيبوها على نار هادئه وتاخذ وقت كبير باش لي فيبر دو كولاجين هذوك يتحولوا لنا الى جيلاتين ويكونوا شويه طريين.